أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة. بين تقارب غير مسبوق في المراحل المنصرمة من عمر الحكومات المتعاقبة وبين تكهنات تقود لترقب حظر، فإن المشهد السياسي وعلى غرار ما كانت قد لجأت إليه مؤخرا القوى السياسية فإن أبواب الحوار تنتظر من يطرقها حتى تصبح الأوراق مكشوفة لدى جميع الأطراف ليتم على ضوئها المضي بحراك نحو تشكيل الحكومة أو تبقى المياه الراكدة تطفو على المشهد. لكن ما يظهر اليوم من مساعى للإطار الشيعي الذي قطع شوطا كبيرا من التوافقات مع البيت الكردي، فإنه على ما يبدو سيتصدر الحراك نحو تشكيل الحكومة المرتقبة التي يراد منها بحسب وصف قيادات الإطار حكومة خدمية وطنية. إذن كل هذه التداعيات وهذه التفاصيل مشاهدينا نناقشها في الساعة بعد متابعة هذا التقرير. مع إنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، بدأ المشهد السياسي يتحلل جزئيا بعد مرحلة وصلت فيها لغة الخطاب السياسي لكسر العظم. هذه البحبوحة تفرض على جميع القوى السياسية مزيدا من نقاط الالتقاء وصولا لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية، وهذا بطبيعة الحال يتعلق بمدى التفاهمات السياسية. التحالف الثلاثي سابقا وبعد استقالة الصدريين أصبح في وضع حرج بعد أن خرج أهم أركانه من البرلمان، وبالتالي فرضت معادلة مغايرة على هذه القوى أي الديمقراطي والسيادة أن تتعاطى معها بالشكل الأمثل وفقا لاستحقاقات المرحلة، فهي خطوة تؤسس لتحالفات جديدة تختلف عما سبق وتوجب عليها فتح أبواب أوسع للحوار مع الإطار الشيعي. ويؤكد الإطار الشيعي وحلفاؤه بما فيهم الاتحاد الوطني أنه سيشكل لجانا تفاوضية مع جميع القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة، فكل الطرق تؤدي لحلحلة الأزمة السياسية، وقراءات تتحدث أن 10 من تموز أي بنهاية العطلة التشريعية ستشهد تأدية النواب البدلاء لليمين الدستوري كحجر أساس لتجاوز انغلاق سياسي طال أمده. فرحيل النواب الصدريين يبدو مؤثرا على جدران البيت التشريعي، حاملا معه تغييرات في تبدل خارطة الأكثرية والتحالفات السياسية. وفي الموازاة من ذلك يترقب الشارع لما يدار في قباب الاجتماعات المغلقة لحل طلاسم العملية السياسية التي دب في جسدها الحوار مرة أخرى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ورحب بضيوفي في هذه الحلقة الأستاذ علي الزبيدي عضو تحالف الفتح. أهلا بك أستاذ علي. أيضا من المؤمل أن ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ غازي كاكائي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني. مرحبا بك أستاذ غازي. إذن أبدأ مع أستاذ علي معي في الاستوديو، هل يعني الحراك السياسي اليوم كما يعني نسمع بأن الإطار بدأ بالفعل على الرغم أنه ملء الفراغ الدستوري لم يحدث حتى هذه اللحظة فيما يخص النواب البدلاء، لكن على الأقل الإطار اليوم بدأ بالتحرك فعليا نحو الكرد، كيف تقيم تحركات التحالف اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أستاذة زينب وحيا الله مشاهديكم وكادر القناة. دعنا نبدأ من الآخر. خلال مساء أمس كان اجتماع في بيت السيد العبادي، والحقيقة الآن الإطار التنسيقي بدأ يرشح أسماء لرئاسة الوزراء. من هذه الأسماء التي رشحت أستاذ حيدر العبادي، الأستاذ العيداني محافظ البصرة، وكذلك الأستاذ محمد الشيع السوداني، وكذلك طرح 9 أسماء طرحت، لكن سيبدأ التنافس بين اسمين بالحقيقة، هو العيداني محافظ البصرة والأستاذ حيدر العبادي. أعتقد سيبدأ هذه ترشيحات أولية، قد يكون هناك متغيرات في المستقبل،
لا نعلم الأمور بعد لحد الآن لم تنضج بشكل نهائي. هذه ترشيحات الإطار؟ هذه الإطار نعم. هذا كيف يرشح نعم. الإطار يعني وفق أي مبدأ يعني باعتبار كل المهاترات السياسية السجالات السياسية انتهت اليوم حتى يبدأ الإطار بالفعل نحو ترشيح رئاسة الإطار الوزراء. الإطار بعد انسحاب الكتلة الصدرية كما تعلمين سيدتي الإطار بدأت عليه مسؤولية أكبر. مسؤولية الإطار أصبحت أخطر بعد انسحاب الكتلة الصدرية وصعود البدلاء بعد تأدية القسم، يعني حتى لم يؤد القسم بالحقيقة. فبعد تأدية القسم سيكتمل النصاب في البرلمان، وبعد اكتمال النصاب سيشرع الإطار باعتباره الكتلة الأكبر بترشيح رئيس الوزراء. و المحادثات بين الديمقراطي وبين اليكتي خلينا بقى النقطة بس فيما يخص اختيار مرشح رئيس الوزراء نعم. يعني وين انسحب الإطار من العملية السياسية ولا يعرف يعني ما هي الخطوة المقبلة للتيار، لكن هو خلف الكواليس التيار ما زال حاضرا على الأقل بالتحالف الثنائي اللي بقى الكرد والسيادة، كيف يطرح الإطار أسماء لمرشحي رئاسة الوزراء بدون أن يأخذ بالحسبان موقف التيار الصدري أو التيار الصدري؟ حسب رأي بعض أعضاء الإطار أن المحادثات لم تنقطع مع التيار، يعني هناك ما زال نسميها شعرة معاوية، موجود هناك تواصل مع الإطار بين الإطار والتيار، ولكن طبعا التيار بانسحابه من البرلمان لم ينسحب من الحكومة. يعني الآن إذا أريد نحسب انسحاب التيار من البرلمان أعتقد 5% أو 7% من تواجده الرسمي في الدولة. في الدولة الآن يعني تواجد في حتى في المفاوضات الحالية يعني موجود. نعم موجود. حتى الكرد يعني يتحدثون حقيقة أستاذ علي بأنهم ما زالوا يحسبون حساب للسيد الصدر في مفاوضات مقبلة مع الطرف الآخر. يعني سياسيا سيدتي لا يوجد هناك تقاطع كامل بين الكرد وبين السيد الصدر، ولا بين الكرد وبين الإطار، ولا بين الإطار وبين التيار. لا يوجد هناك تقاطعات قوية كما نسمع في التواصل الاجتماعي وكما نسمع في الشارع من حديث أساس فيما بينهم. هناك تواصل لمدة 20 سنة، قد يكونون البعض من أيام المعارضة عندهم علاقات، وكوني واثقة أن هذه العلاقات تفعل فعلها في الحوار السياسي. يعني عندما نأتي مثلا بين السيد العامري وبين السيد المالكي وبين السيد مسعود بارزاني أو بين الاتحاد اليكتي، هناك علاقات تمتد إلى 40 سنة، فلا يمكن أن نعتقد أن من أجل مسألة معينة يتم هناك زعل أو يتم هناك قطيعة كاملة، لا يمكن. لكن التحركات الحالية بين الإطار التحركات الحالية نحو الديمقراطي أم نحو الاتحاد؟ تفاهمات موجودة بين الحزبين. أولا نحن بحاجة إلى أن يحسم اليكتي والبارتي مرشحا لرئاسة الجمهورية، هذا الجزء. الجزء الآخر بين البارتي واليكتي والإطار. البارتي واليكتي والإطار المحادثات مستمرة سيدتي، لم تتوقف، يعني منذ الانتخابات لم تتوقف. قد يشوبها بعض الأحيان برود أو تأخر، ولكن المحادثات مستمرة. في نظري أن اليكتي هو الأقرب للإطار، وكان الأستاذ بافل طالباني منذ البداية مقاطع للتحالف الثلاثي الذي كان السيادة والتيار والديمقراطي، لكن كما تعلمين أن الديمقراطي حزب سياسي، والحزب السياسي يتعامل بالوقائع الموجودة الآن. الموجودة الآن على الساحة الإطار في المفاوضات، فطبيعي أن الديمقراطي له مصالح، له أجندة. عندما يوافقه الإطار على الأجندة وعلى مطالبه فقطعا سيوافق على تمرير رئيس الوزراء. هذا يخلق منافسة ما بين اليكتي وأيضا الديمقراطي. اليكتي والبارتي ترك لهم مسألة رئاسة الجمهورية، الإطار لا يتدخل بها.
رئاسة الجمهورية تحسم بين اليكتي والبارتي، وهذا ما طلبه الإطار منذ بداية المفاوضات. قال المشاكل ليس فقط على رئاسة الجمهورية بين الحزبين الحاكمين في قوم كردستان، مسألة أخرى في مفاوضاتهم مع الحكومة الاتحادية. نعم، مع الحكومة الاتحادية سيدتي. بالنسبة إحنا كإطار وكمكون شيعي، الحقيقة في مسألة رئاسة الجمهورية لم نتدخل كثيرا، ونحاول أن نئي بأنفسنا عن اليكتي والبارتي، لأن هناك مشاكل موجودة في كردستان وفي حكومة الإقليم بين اليكتي والبارتي. هذه ليست من شأننا الدخول فيها. الذي يهمنا الآن هو رئاسة الوزراء، رئاسة الحكومة. رئاسة الحكومة إذا تمت للإطار وبتوافق مسبق بين الإطار والديمقراطي، طبعا ستمضي الأمور بشكل ممتاز وبشكل جيد. ولكن كما تعلمين أن الديمقراطي له أجندات وله مطالب، من يوفرها له فسيتعامل معه. تمام. أتحول مباشرة للأستاذ غازي كاكاي، عضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني. أستاذ غازي مرحبا بك، إذا كنت تسمعني نتحدث عن شكل الحوار الحالي ما بين الإطار المتصدر لمشهد المفاوضات في تشكيل الحكومة وبين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان. أي الحزبين هو اليوم أقرب للحوار مع الإطار بشكل سلس؟ أستاذ غازي؟ الصوت غير واضح، الأخوة في الكنترول ممكن يعالجون هذه المشكلة. أرجع لك أستاذ علي، حقيقة يعني بعيدا أنه ننتظر أنه يكون هناك اتفاق ما بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، لكن الواقع كيف يقرأ؟ من الحزبين هو أقرب اليوم للإطار حتى يتوجه الإطار نحوه، أو يتوجه عدد الحزبين نحو الإطار في المفاوضات بشكل سلس؟ دعينا نتكلم بحقائق، يعني حقائق الأمور تقول أن اليكتي الأقرب للإطار منذ انتهاء الانتخابات ولحد اليوم. والمتتبع للشأن السياسي الكردي يعلم أن هناك مشاكل بين الإطار، بين اليكتي والبارتي، حقيقة مشاكل كادت تصل إلى قطيعة. ولكن اليكتي عندما لجأ للإطار بما يقرب على 17 مقعد في البرلمان، الحقيقة كانوا جزءا من الإطار في جميع الحوارات التي جرت حتى أيام التيار. كان اليكتي مع الإطار. ولكن المتغيرات عندما كانت هناك تغيرات كبيرة، عندما سحب السيد الصدر مرشحيه من البرلمان، تحولت البوصلة من الثلاثي إلى الإطار. وأعتقد أن الأمور بدأت الآن بالانفراج، يعني لنقل أن بعد انسحاب النواب الصدريين حدثت انفراجة لم تحدث منذ الشهر العاشر ولحد اليوم. انفراجة كبيرة حدثت، هذه الانفراجة تحسب للأطراف. وين الانفراجة أستاذ علي؟ إحنا الانفراجة يعني ما زلنا في قوقعة الصراع الحوار، يعني الحوار الآن ماكو هناك سهولة في الحوارات، يعني فقط تحدثت قبل قليل أنه فقط الإطار ذهب لاختيار مرشحين، وهذا شأن الإطار. يعني راح يطرحون المرشحين على القوى الأخرى ربما يرفضون بشكل تام. القضية لها رأسان، الرأس الأول هو بالشمال والرأس الثاني في الوسط والجنوب. الرأس الأول أن يتفق اليكتي والبارتي على رئيس الجمهورية. إذا اتفقوا على مرشح تسوية، وأعتقد هو هذا الذي سيحصل، هناك سيناريو أول أن يتفقوا على مرشح تسوية، والسيناريو الثاني أن يدخلوا بمرشحين وفي التصويت في البرلمان يفوز أحد المرشحين. لا يوجد سيناريو غير هذا. هناك مكاسب أخرى للقوى الكردية. الكردية الطرفين غير رئاسة الجمهورية، يعني في حواراتهم مع القوى السياسية الأخرى شركائهم في بغداد، يعني عندهم أيضا هناك مكاسب أخرى يسعون لتحقيقها، كل طرف يسعى لتحقيقها. من الأقرب اليوم من القوى أو من الإطار
لتحقيق يعني على الأقل مصالحه مكاسبه كمقاعد أكبر. الديمقراطي له مقاعد أكثر البرلمان، اليكتي له مقاعد أقل. لكن إذا أردنا أن نقيس الأقرب، فعلى الإطار أن يسعى للتوافق مع الديمقراطي قبل اليكتي. اليكتي في خلينا نقول في جيب الإطار، في خانة الإطار، ولا توجد عندنا مشاكل مع اليكتي. لكن المحادثات الأصعب نسميه الماراثون الأكبر هو مع الديمقراطي. الديمقراطي له مطالب أوسع وله مرشح، الآن رشح السيد نجران بارزاني إلى رئاسة الجمهورية قبالة السيد برهم صالح. فهنا أعتقد السيناريو الأقرب الآن في المستقبل أن يأتي الأخوة الكرد بمرشحين بمرشحين لرئاسة الجمهورية، ويكون الفيصل هو البرلمان. شنو يعني ترشيح السيد جرفان بارزاني؟ يعني هل من السهولة أن يحظى البارزاني برضا وقبول القوى السياسية؟ ليش ما نطرح السيد بارزاني يعني في بادئ الأمر؟ يعني الديمقراطي، أنا لست متحدث باسم الحزب الديمقراطي، الحزب، لكن استشفاف من الـ من الـ من الـ الواقع السياسي، أنا أعتقد رئاسة الجمهورية العراقية رئاسة مهمة جدا وإن كانت تشريفاتية، ولكن يجب أن يكون مرشح رئاسة الجمهورية شخصية بارزة، شخصية صاحب القرار. يجب أن يكون شخصية مهمة، لا نأتي بشخص وزير كان في حكومة الأقليم أو تحت الوزير أو مدير مكتب ونرشح رئيس جمهورية. تمام. أستاذ غازي، كيف يمكن أن يكون شكل الحوارات اليوم، الحوار على الأقل مع الاتحاد الوطني الكردستاني والإطار فيما يخص موضوع تشكيل الحكومة والمفاوضات الجارية؟ شو أحدث التطورات اللي ممكن تطرح في الساعات المقبلة بهذا الخصوص؟ نعم، تحية ولضيف ومشاهدين الأعزاء. أتمنى أن صوتي واضح، يعني معان صوتي. تمام. تقطع. صراحة يعني أن أتكلم عن مواضيع حتى نكون صحيحين مع الشارع العراقي، حتى نعطي الحقائق كما هي، بأن الخلافات بين الاتحاد والديمقراطي منذ البدء في تاريخ 9/1/2022 عندما لم نريد أن نكون مع طرف شيعي ضد آخر، كنا متفقين مع الديمقراطي على جميع الملفات. عندما عقدنا اجتماعين على مستوى الرئاسة، اجتماعين مكتبين السياسيين، اتفقنا على 13 نقطة مشتركة التي كان فيها كل مطالب أقليم كردستان بشكل عام. وعندما ذهبنا وعندما وضع الديمقراطي مرشحه للنائب الثاني للبرلمان، بالتأكيد هذا ضمنا يعتبر بأنه ليس لديه مشكلة مع مرشح الاتحاد الدكتور برهم صالح. لذلك عندما أصبح الخلاف وكنا لا نريد أن نكون مع طرف ضد آخر، تعمقت الخلافات وجميع الملفات العالقة الخلافية بين الاتحاد والديمقراطي برزت، سواء في أقليم كردستان وحتى ببغداد. لذلك النقاط الخلافية التي كانت بين الاتحاد والديمقراطي، كيفية إدارة الحكم في الأقليم، كيفية إدارة الملف النفط والطاقة والأمن، وفي نفس الوقت تعديل قانون الانتخابات، وفي نفس الوقت جاء عليها الخلاف الآخر على ملف رئاسة الجمهورية. لذلك الاتحاد أراد أن يكون مع أطراف في العملية السياسية بعيدا عن الاتحاد الوطني. لذلك الاتحاد الوطني ذهب مع قوة وطنية سياسية عراقية لتشكيل تجمع وطني وليس تحالف، تجمع وطني لعدم الذهاب إلى الحاق إلى المجهول والهاوية. لذلك تجمعنا مع الإطار التنسيقي، مع قسم من البيت السني العزم، وبعدها قسم من المستقلين. لذلك تطور، يعني بغض النظر بأن نحن ومع قادة الإطار التنسيقي لدينا مرحلتين من النضال، لدينا مرحلتين من الشراكة. أولا ما قبل 2003 عندما كنا في جبهة واحدة نقاتل ضد النظام الدكتاتوري، لدينا تاريخ كبير مشترك. وبعد مرحلة ما بعد 2003 لدينا تجربة كبيرة في الحكم وبناء العراق الجديد. لذلك
نحن أعلم ببعض تجمعنا في تجمع ضامن لعدم الذهاب كما أسلف بالعراق إلى المجهول. لذلك بعدها تطور وأصبحنا تحالف قوي مع الإطار التنسيقي مع العزم وبعض المستقلين. وفي نحن لا نريد يعني رؤية الاتحاد أن كان أن يكون هناك اتفاق شيعي شيعي على منصب رئاسة الوزراء، اتفاق كردي كردي، وفي نفس الوقت اتفاق سني سني، لأن باعتقاد الاتحاد لا نستطيع الذهاب إلى تشكيل حكومة قوية قادرة مقتدرة تحقق أهداف الانتخابات المبكرة دون التفاهم الثنائيات الثلاثة. لكن للأسف في الفترة الماضية انسحبوا الأخوة من التيار الصدري من البرلمان كما ذكر ضيفك الكريم، ليس من الحكومة. لا نتمنى، لأن سماحة السيد مقتدى الصدر عامل وفاعل سياسي اجتماعي وديني مهم في العراق، لذلك تواجده دعمه للحكومة القادمة في العراق بالتأكيد سنستطيع في ظل دعمه نستطيع أن يكون لدينا حكومة قوية تستطيع تحقيق الانتخابات أهداف الانتخابات المبكرة. لذلك الآن الكرة يعني أو نقول المسؤولية أصبحت أكبر على الإطار التنسيقي وعلى الاتحاد الوطني وحتى على العزم ليبادر، يعني يبادر الإطار التنسيقي مع سماحة السيد مقتدى الصدر مع الإطارين، وفي ظل هناك أجواء هادئة في أقليم كردستان الحوارات مستمرة بين الاتحاد والديمقراطي. عقدنا 4 اجتماعات بعد قطيعة أكثر من 4 شهور، عدنا إلى طاولة الحوار لأن رؤية الاتحاد وتفهم ذلك الديمقراطي لا نستطيع أن نكون شركاء في أقليم كردستان ونصبح خصوم في بغداد، لأن وضع الاتحاد الديمقراطي أو البيت الكردي مختلف عن بقية القوى السياسية باعتبار لدينا كيان دستوري. الاتحاد الوطني لديه جغرافيا سياسية كما الديمقراطي لديه، لا نستطيع أن نكون الطرفين خارج حكومة الأقليم. عندما نكون داخل حكومة الأقليم يجب في بغداد أن نكون متفقين وداخل الحكومة، لا يجوز هنا أن نكون شركاء. وهذا السؤال هنا سيد غازي، سيد غازي السؤال هنا تحديدا هو على الرغم من انسحاب السيد الصدر البعض يرى بأنه ربما يعطي فسحة للحوارات أو لتشكيل الحكومة أكثر، لكن المشهد على ما تعقد أكثر. الخطوة أو المبادرة المقبلة للاتحاد كيف ستكون؟ ممكن أن يطرح الاتحاد الوطني الكردستاني مبادرة كيف ستكون خطوته المقبلة بوسط هذه التغيرات؟ صوت شوية مو واضح، لكن يعني وسط هذه كل التغيرات للمشهد السياسي الخطوات المقبلة للاتحاد، ممكن الاتحاد يقدم تنازلات حتى تسير المركب، ضرورة يعني تشكيل الحكومة المقبلة ونحن في يعني الوقت الزمني أو السقف الزمني بدأ يعني يضايق القوى السياسية فيما يخص تشكيل الحكومة. يعني سيدي عزيزة، يعني الاتحاد يعني خاصة نحن مع الديمقراطي لا نستطيع أن نكون خصوم في بغداد، الطرفين متفهمين. لكن قضية التنازلات، الاتحاد رؤيته نستطيع حل جميع النقاط الخلافية عن طريق الحوار، لا سبيل أمامنا إلا الحوار وطاولة الحوار، لأن مع الديمقراطي جربنا في نسميها الفترة المظلمة في التسعينات، جربنا الاقتتال الداخلي الذي لم يولد إلا الدمار والخراب والأرامل والأيتام، وتفاهمات في الفترة السابقة خاصة بعد اتفاقية بعد 1998 اتفاق الاتحاد والديمقراطي، وبعد بالأخص الاتفاقية الاستراتيجية سنة 2007، كل النعم التقدم الموجود في كردستان هو نتيجة تفاهمات الاتحاد والديمقراطي، لذلك لا سبيل أمامنا إلا التفاهم. كما أسلف النقطة الخلافية بين الاتحاد والديمقراطي ليس منصب رئاسة الجمهورية، نقاط خلافية كثيرة برزت الخلاف على رئاسة الجمهورية بعد الاتفاق الديمقراطي مع أطراف أخرى في بغداد. وهذا تحركات هنا السيد غازي، يعني تحركات هذه للاتحاد الوطني وحتى للديمقراطي، هذه تحركات يعني كما ضيفك الكريم ذكر ضيف الكريم، نحن نريد شخصية يمثل رئاسة الجمهورية. الاتحاد هو يجب أن يكون رئيس الجمهورية في الفضاء الوطني، رئيس الجمهورية عند المشرعون العراقيون
ذهبوا الى كتابه الدستور، التزموا ان يصبح الثلثين ذوي الحيثيه باعتباره هو حامل الدستور. رئيس الجمهوريه يجب ان يكون في الفضاء الوطني هسه على الاقل الديمقراطي طرح بديل، هكذا تتغرد الاخبار. سيد غازي الديمقراطي طرح بديل لسيد برهم صالح اللي هو سيد نجربان برزاني، راي الاتحاد بهذا الشخصيه السيد برزاني، هل سيكون هناك اعتراض؟ كيف تقرؤون موقف بغداد من هذا الترشح؟ سيد غازي عودة لك. سيد علي، يعني في آخر ما يصلنا من أخبار هسه ما نعرف المصدر وحقيقة ما ترد من أخبار، لكن هناك معلومات تؤكد بأن السيد حاكم الزامل يقود حراكا داخل الكتلة الصدرية، أما العودة للبرلمان أو الانشقاق عن الصدر. هذه المعالم اللي كنا ننتظرها بأنه ربما يكون هناك حراك من قبل الكتلة الصدرية للعودة مرة أخرى، خصوصا نحن ننتظر مدة الشهر تنتهي لإجازة البرلمان. هذه أولى المبادرات ممكن أنه يتراجع السيد الصدر عن مسألة إقالة أو استقالة نوابه؟ قانونيا حسب ما يرد من البرلمان أنها وقعت الاستقالات وانتهت فترة الشهر هذه فيها خلاف قانوني حسب الظاهر أو خلاف برلماني، لكن من داخل كواليس الكتلة الصدرية انهم ليسوا كلهم على قلب رجل واحد، ليس كل النواب مقتنعين بموضوع الاستقاله. اسمحي لي ليس كل النواب مقتنعون بالاستقاله. نعم هناك امر من السيد الصدر ان يستقيلوا، ولكن في داخل الكتله الصدريه ليس كلهم على قلب رجل واحد مقتنعين بالاستقاله. نعم كانوا مقتنعين بالعمل السياسي، انت تعلمين سيدتي وانت اذا عاصره ترشيح حتى وان لم يقتنعوا، لكن بالنتيجه هم قدموا استقالاتهم والاستقالات مضت. يعني كانوا، يعني انا سمعت من احدى النائبات قالت لي سيد علي احنا لما دعانا السيد الصدر الى الحنانه كنا نعتقد انه تراجع عن موضوع الاستقاله وكنا نتوقع ان سنعود للبرلمان، ولكن فوجئنا بان وايضا يتوقعون بان الصدر ربما ما يغير رايه يغير رايه. نعم نعم قالت الى اللحظات الاخيره كنا متوقعين ان السيد الصدر راح يقول ارجعوا للبرلمان، لانه كما تعلمين اليوم الفوز بالبرلمان خصوصا للسيدات وللساده اللي عملوا بجد فتره سنوات، انتقلوا من مرحله الى مرحله، تاسيس جمعيات، تاسيس اتحادات، تاسيس عشائريا، فالانسان يبذل جهد كبير حتى يوصل لعضو برلمان، فبشخطة قلم يقول تعال استقيل من البرلمان واطلع، طبعا هذا شيء مو سهل، لكن جرت الامور بهذا الشكل. هذا مو شأننا، احنا شأننا اليوم الاطار التنسيقي تقع عليه مسؤوليه مضاعفه بلمب الصف الشيعي وتمثيل المكون الشيعي، واعتقد ان راي تشكيل حكومه خدمات اليوم هو من افضل ما سيقوم به الاطار. الإطار بحاجة إلى حكومة خدمات. اليوم في تذمر شعبي كبير من ضياع فرص عمل، من خريجين عندنا، من خدمات، من كهرباء، من صحة متدهورة، من تعليم متدهور. فأعتقد أن الإطار التنسيقي عليه بتشكيل حكومة خدمات أسوة بالجمهورية الإسلامية، وحكومة السيد الرئيسي في إيران كانت حكومة خدمات، وأسدى نصيحة لأعضاء الإطار السيد الرئيسي في لقائه لقاءات جانبية، قال لهم اذهبوا وشكلوا حكومة خدمات خوفا من أن يغضب الشعب في يوم من الأيام ويكفر بالجميع. شنو المسميات اللي تطلقها القوى السياسية حكومة خدمات؟ يعني شنو حكومة الأغلبية؟ يعني ما تقدم خدمات، حكومة توافقية، يعني ليش تسمى هذه المسميات يعني في هذه الأوقات؟ أنا أعتقد برأيي أنه إطلاق حكومة خدمات يعني حكومة المكاتب وحكومة أنه المحافظ أو الوزير أو الوكيل الوزير قاعد في مكتبه في برج عاجي وينظر للناس بنظرة دونية، هذا مو صحيح. يجب أن يكون الوزير
وزير مع الشارع ومع الناس ويعلم. هذا مو يعتبر منهاج حكومي هذا؟ منهاج حكومي نعم. مو شكل الحكومة يعني إحنا نتحدث عن شكل الحكومة، حكومة توافقية أو حكومة أغلبية؟ لا توافقية، حكومة أغلبية. لكن داخل هذه الحكومة منهاج حكومي يعني منهاج تمشي حكومي. عليه القوى السياسية. لكن كل مرحلة من المراحل، كل مرحلة يعني إذا كانت الدولة في حالة حرب، لما كنا مع داعش كان كل القوى مجيرة أنه تذهب لحرب داعش. الآن إحنا داعش ما عندنا، الآن عندنا سوء خدمات بالبلد، عندنا تأخر في جميع الوزارات الخدمية، عندنا فساد إداري موجود في جميع الوزارات، فيجب القضاء على الفساد والوصول إلى المواطن البائس، المواطن الفقير الذي عزف عن الانتخابات ما يزيد على 70%. يعني عندنا الآن كثير من المواطنين ما ذهبوا للانتخابات، ما عنده ثقة بالسياسيين ولا عنده ثقة بالمسؤولين، ولذلك عزف الشعب العراقي عن الانتخابات عزوف كامل. يعني النسبة التي حدثت بالانتخابات من يقول 40%، أنا أعتقد 40% مبالغ به. فإحنا يجب أن تكون عندما تتشكل حكومة خدمات، حكومة الخدمات يجب أن تنهض بكافة نواقص المواطن. ماذا ينقص المواطن اليوم؟ ينقص المواطن زراعة، ينقص المواطن طرق صحيحة، ينقص المواطن تعليم صحيح، ينقص المواطن صحة صحيحة. فالمواطن بحاجة إلى حكومة تخدمه ولا حكومة تترأس عليه أو تأكل خيراته. يعني الوزير عندما يكون راتبه ما يزيد على 10 مليون دينار أو 10 مليون دولار، والمواطن لا يتمكن أن يؤمن له 300 دولار 400 دولار يعيش بها بالشهر، فهذا يعتقد أستاذ فجوة واسعة. يعني تحدث عن موضوع تشكيل الحكومة قبل انسحاب التيار الصدري، كانت هناك يعني عقدتين، هي عقدة واحدة اللي هم التيار والإطار، لكن بانسحاب التيار على الأقل تحدثنا بأنه ربما الأمور بدأت نحو الانفراج. حقيقة بعد انسحاب التيار، أبرز العقد اليوم في الحوارات السياسية بين القوى السياسية تشكيل الحكومة فقط الكرد، ماذا عن السنة؟ السنة كانت هناك حوارات نسميها خلف الكواليس ونسميها حوارات جانبية، كانوا يتمنون البقاء مع الإطار. يعني السنة كما يقول السيد محمود المشهداني يقول نحن وزاراتنا محدودة، أمورنا محدودة محددة، الشيعة اتفقوا أو اختلفوا حقنا موجود. فأنا أعتقد أنه السنة ما عندنا مشكلة معهم نحن. يعني السيد الحلبوسي متوافق مع السيد الصدر ومتوافق مع الإطار، ما عندنا مشكلة مع السنة. المشكلة الآن مع في كردستان، كردستان ذات توافقوا على رئيس جمهورية توافقي بينهم، تسوية مرشح تسوية، أو اتفقوا بمرشحين. بالنسبة للإطار التنسيقي لا فرق بين الأمرين. تمام أستاذ غازي، يعني تحدث عن حوارات ما بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان، كيف يعني تبدو الحوارات؟ يعني حوارات الإطار اتجاهاته، يعني اتجاهاته نحو الكرد بشكل أوسع، باعتبار أنه فيما يخص الجانب السني هو هناك حوارات مستقرة تماما، يعني حتى في الموضوع، يعني حتى الأخوة في السيادة ربما الإطار لا يتحرك نحوهم بشكل ملحوظ، لكن الإطار يتحرك بشكل ملحوظ نحو الكرد. شكل التحرك هذا حاليا الكرة أصبحت في ملعب الإطار التنسيقي، وعلى قائد في الإطار التنسيقي أن يتعاملوا بدقة وبحذر مع هذا الملف، باعتبار بعد انسحاب البرلمانيين الكتلة الصدرية يعني يستطيع الإطار التنسيقي أن يأخذوا مبادرة أو يتبنوا مشروع وطني شامل يخاطب جميع الأطراف السياسية، من ضمنهم سماحة السيد مقتدى الصدر، لأن هم انسحبوا من البرلمان لكن لم ينسحبوا من الحكومة. يعني يتوجه، يعني لدينا تفاهمات نحن والإطار الاتحاد والإطار التنسيقي، هناك تفاهمات على مستوى عالي، لقاءات مستمرة، اجتماعات مستمرة بين
الرئيس الاتحاد الوطني، الرئيس باب الطالباني وبقية القادة في الإطار التنسيقي، وحتى مع قادة في العزم وحتى بابليون وبعض المستقلين. لذلك هنا المسؤولية الكردية والمسؤولية الشيعية والسنية يجب أن يتعامل معها الإطار التنسيقي بدقة، يجب أن يبادر إلى المستقلين وحتى الأحزاب الناشئة، يعني يبادروا بأولا محاولة إيجاد شخصية لمجلس رئاسة الوزراء بأن يكون لديه مقبولية في البيت الشيعي، وثم يعني هذا المنصب يعني هو عرف للبيت الشيعي، لكن لا ضير في ذلك إذا يكون هناك أيضا رأي في البيت الكردي يعني على مرشح رئاسة الجمهورية أن يكون رئيسا لوزراء لكل العراقيين. لذلك المسؤولية حتى تقع على الاتحاد الوطني لاستمرار التفاهمات مع الديمقراطي للوصول إلى نقاط مشتركة، وباعتقادي نستطيع الديمقراطي الكردستاني أن نتفق على دكتور برام صالح نذهب إلى حل النقاط الخلافية الأخرى بيننا، نستطيع حتى نستطيع أيضا إجراء انتخابات في إقليم كردستان، لأن أصبح حاليا مطلب جماهيري يعني ليس فقط الاتحاد الديمقراطي وإنما بقية الأحزاب السياسية في إقليم كردستان يطلبون إجراء الانتخابات في وقت محدد مع تعديل قانون الانتخابات. يعني في إقليم كردستان ليس فقط مطلب الاتحاد الوطني تعديل قانون الانتخابات، إنما منجمعين بقية الأحزاب السياسية في كل سنة يطلبون تعديل قانون الانتخابات، باعتبار في 2021 الانتخابات في العراق يعني متعدد الدوائر، يعني برؤية الاتحاد أن نجحت نريد هذه التجربة الناجحة أن ننقلها إلى أقليم كردستان، باعتبار في أقليم كردستان منذ سنة 1991-92 نتبع النظام الدائرة الواحدة. لذلك التقسيم أستاذ غازي ممكن تفاجئ الأخوة الكرد أخرى. أستاذ غازي ممكن يفاجئون بغداد القوى السياسية في بغداد بأن تتفق على مرشح لرئاسة الجمهورية أو مرشحين متفق عليهم مسبقا للذهاب باختيارهم في البرلمان، ممكن تكون هناك مفاجأة من هذا النوع في الأيام المقبلة؟ يعني حتى قالها الرئيس باب الطالباني في ملتقى الاتحاد، يعني ماكو اي مشكله اذا اصبحنا او دخلنا، باعتبار رؤيه الاتحاد مرشح رئاسه الجمهوريه يجب ان يكون في الفضاء الوطني، لا ضير في ذلك اذا لم نتفق ندخل الى البرلمان بمرشحين، لكن في نفس الوقت يجب ان يعي الديمقراطي الكردستاني بان لدينا تفاهمات سابقه حسب العرف السياسي الموجود في اقليم كردستان. لو زاحم بقى يزاحم الاتحاد في منصب رئاسة الجمهورية في انتخابات قادمة في إقليم كردستان، سيكون لنا مرشح لرئاسة الإقليم، سيكون لنا مرشح لرئاسة الحكومة. لذلك كما يدعي الديمقراطي بأن منصب رئاسة الجمهورية ليس حكرا للاتحاد الوطني وللبيت الكردي، ايضا منصب رئيس الاقليم ورئيس حكومه الاقليم ليس حقا للديمقراطي بل لجميع الاطراف السياسيه الاخرى ايضا. لذلك نحن يا نعود الى التفاهمات السابقه بيننا او نعقد تفاهمات جديده. هي الاجواء لكن الاجواء بصوره عامه سيد غازي في الاقليم هو الاتحاد الوطني، واعلى منصب في اقليم كردستان هو رئيس الاقليم هو للديمقراطي. لو كسر هذا العرف نذهب بمرشحين، لكن في انتخابات القادمة في إقليم كردستان الاتحاد الوطني سيكون له مرشح لرئيس الإقليم ورئيس الحكومة. لذلك الأجواء في إقليم فيما يخص اختيار رئيس الجمهورية سيد غازي إذا تسمعني. أربع يعني بالعموم الأجواء في الإقليم فيما يخص اختيار رئيس الجمهورية على الأقل الذهاب بمرشح واحد يعني متفق عليه. هسه الأخبار اللي تردنا للاجتماعات الكردية حتى هذه اللحظة فيما يخص حاسم ملف رئاسة الجمهورية إيجابية، يعني ممكن أن يأتي الكرد اليوم بمرشح واحد متفق عليه يوصل إلى هذه المرحلة الأكراد؟ مرشح واحد هو الدكتور برام صالح. الدكتور برام صالح باعتبار في الدورة السابقة وحتى في فترة الثمان أشهر السابقة، إذا نقول فترة القطيعة 4 أشهر إلى 5 أشهر بين الاتحاد والديمقراطي
باعتبار الدكتور برهم صالح لن يستغل منصبه، لأنه في نفس الوقت هو مرشح ويذهب ويفاتح بقية الأطراف السياسية أو يكون طرفا للاتحاد أو لمكون سياسي آخر على حساب آخر. في ظل خلافات الاتحاد والديمقراطية، الرئيس برهم صالح أبقى بمسافة واحدة من جميع الكتل السياسية، وفي نفس الوقت عمل بشكل جد خلف الكاميرات. يعني الاتفاق الكردي إذا حصل اتفاق كردي كردي فقط للدكتور برهم صالح. الاتفاق في السابقة للدكتور برهم صالح تشفع له ليكون هناك اتفاق كردي على الدكتور برهم صالح. بالمقابل مسبقا الديمقراطي أخذ نائب رئيس البرلمان في بغداد، وهناك مناصب أخرى في الوزارات حصة الكرد نستطيع الاتفاق عليه. يعني الصراحة النقاط الخلافية ليس بذاك الحجم لا نستطيع الاتفاق. الأجواء حاليا تذهب في مسارها الصحيح سواء في البيت الكردي، ويجب أن يستغل ليس في بجانبه السلبي وإنما بجانبه الإيجابي حتى في البيت الشيعي والبيت السني، لنستطيع أن يتوحدوا الأقطاب الستة الثنائيات الثلاثة الشيعية السنية الكردية، لنستطيع الذهاب إلى تشكيل حكومة قوية، حكومة خدمية تستطيع خدمة المواطن العراقي. يعني صراحة عندما خرجوا الشباب في انتخابات تشرين لم يذهبوا لالتفاق أو محاولة لتغيير تمام أستاذ غازي فقط، وإنما مواطن العراقي هذه الصورة واضحة جدا أستاذ غازي. أن نذهب نعم دعني اتحول فقط لسعد علي، يعني ما الكرد ما زالوا في ذات العقدة حتى هذه اللحظة، يعني يا اما الاتفاق على دكتور برهم صالح من قبل الطرفين او مرشح أي مرشح تسوية، يعني مرشح يعني مرشح الطرفين تسوية. يعني هل يستطيع الطرفين ان يقدم مرشح تسوية؟ يعني كما قلت لك هناك مسألتين، المسألة الأولى أن يأتي مرشح تسوية، والمسألة الثانية أن يأتي كل حزب بمرشح والحكم للبرلمان. والحكم للبرلمان هذه محلولة، لأنه حدثت سابقا بين سيد برهم صالح وبين منافسيه. هذه مو مشكلة. الآن أكو مسألتين، يوم الخميس المقبل ستعقد جلسة استثنائية للبرلمان، سيعلن الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر في البرلمان والتقدم بما لا يقل عن 120 نائب في البرلمان إلى 123 الخميس من هذا الأسبوع. يوم الخميس راح تعقد جلسة استثنائية للبرلمان في انتخاب في أداء اليمين للبدلاء النواب البدلاء، ومعظمهم من الإطار التنسيقي راح يكون. هذا الموضوع راح يحسم الأمور ولا ما ينتهي مجال للتيار للعودة مرة أخرى. التيار وقعت الأمور قانونيا وانتهت. هناك من ينتظر عودة للتيار على الرغم من كل هذه الإجراءات القانونية وكل هذا الحديث بأنه مسألة استقالة النواب التيار الصدري أصبحت حتمية، لكن هناك من ينتظر خطوة أخرى من التيار. سيدتي هذا الأمر يتعلق بالكتلة الصدرية نفسها، أما الإطار يعني حد البارحة هناك مبادرات نحو السيد الصدر يعني العدول عن رأيه وقراره. الإطار يعني أكو أمل بالعودة، وحتى ما يسرب اليوم في الإعلام من تسريبات حتى وأن تكون غير حقيقية على الأقل هي للرأي العام، لإثارة الرأي العام، بأن يعني ربما سيكون هناك عودة لنواب التيار الصدري. وحياتك سيدتي أقول لك إياها بأمانة، الإطار التنسيقي لم يكن مسرورا بانسحاب الكتلة الصدرية. الإطار التنسيقي كان بحاجة إلى جناحين، الشيعة لهم جناحان في التمثيل السياسي على الأقل. في التمثيل السياسي الإطار مع التيار كانوا ممكن أن يشكلوا قوة كبيرة في البرلمان ويشكلوا حكومة قوية بنفس الوقت، ولكن هذا لم يكن خيار التيار، هذا كان خيار الإطار. أن يكون هناك جناحان للشيعة في البرلمان، وهذا الجناحان يشكلان قوة كبيرة ورئيس وزراء قوي وحكومة تصمد أمام الأزمات القادمة. طب ما للخميس أي ممكن أي حدث يبرز يعني ممكن الله أعلم. الله أعلم. نحن لم نكن مسرورين من سحاب الكتلة الصدرية، والحاج العامري ذهب
واتصل بالسيد الصدر لأكثر مرة من ثنيه من الاستقالة، ولكن الحقيقة لم يستجب. والإطار ما عندكم في الإطار أي توقعات لأي تحرك للسيد الصدر في المرحلة المقبلة؟ يعني السيد الصدر لا أحد يعلم بماذا يفكر إلا هو. وما ضبط الإطار في حراك السياسي على الرغم أن بما أنه الكتلة الصدرية انسحبت. شكرا لك أستاذ علي الزبيدي عضو تحالف الفتح، شكرا لحضورك معنا. سيد غازي كاكاي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك أستاذ غازي. الشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء. شكرا لك سيدي.